تلقيت الخبر ما تمني نقول لك فجعوني بهذاك الخبر صراحة. انا باش جاي راكب على موطوري جاي فرحان بين اللي جاي المحل والعواشر هذه وداك الشيء. والوقت اللي تلقيت هذاك الخبر راه نقول لك ما تليتش شعرت، انا جاي بدون شعور، ما كان وقف لا في الصوب لا في حتى حاجه، جاب الله ما كاين حتى واحد بعد الطريق بقى خاويه. ويعني اش غنقول لك دري، ما كاينش اللي كيقولها في ولدي انا بعد تمايا في الدرب كامل، ما كاينش اللي كيقولها فيه خيبه ابدا. كل شيء كيقول يا ولدك الله عمرها دار الله عمرها دار، وكيتسخر الناس اللي تقلت عليه شي حاجه كيقول لي اسمع يا طريق، قولي بسم الله. كاين شي واحد مسكين اللي كيقول لي لا ويدي لي مثل ديورهم. دري ولدي كان كيعاونني وكان هو كتافي، هو يدي لي يمنا، هو كل شيء صراحه. ماشي زعما واحد نقول لك يخليني انا ويمشي يبيع ويشرب وحده ويجيب لي رزقي، ما نقولش لك عندي عا هو اللي كاين لا غير. العائله ديالو تصدمات، كل شيء كل شيء مصدوم، كل شيء مصدوم، لا عائله ولا جيران ولا كل شيء. الدرب تما كامل مصدوم كامل، ما كاينش شي واحد اللي كيقول قلت لك فيه زينه خيبه، ما كاينش شي واحد اللي كيقول فيه خيبه ابدا. السبب هذا اللي ضرب موس هذا خينا دخل عليه تما لقاه ملاعس المحل، قال لك كان مناوض مع شي حد البارح وداك الشيء وبقات فيه الغدا يخرج ويدخل ما كيصوم ما كي والو، خرج ضربه هويا بان لي عاهو في البلان ناعس لقاه ناعس في المحل ضربه. يعني كون كان ولدينا فايق وداك الشيء ما يضربوش سمعتي، ما يضربوش وما غيقدش عليه كاع هي جوج يعني غدروا. انتوما باش كطالبوا؟ كنطالب انا بحق ولدي، هادشي اللي باش كنطالب انا، كنطالبها بحق ولدي انا، انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت حق ولدي صافي ما يضيعش، حيت يتمني فيه، حيت هو اللي عندي هو اللي خدام معايا هو اللي كلشي، وكان كيتمنى شي حوايج قدامه. يلاه طالب في 20 عام، يلاه عاد نحلم بولدي راه معمر يكتفي.